السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، عندنا في البلد بعض الشباب يشتري الكلاب. طيب. تمام، يعني بيشتري الكلاب للتربية، والموضوع يعني زاد عن حد خالص. فيعني إيه الحكم في ذلك، ونصيحة للأهالي برضه اللي هم تاركين أولادهم يعني يشتروا كلاب ويربوها وكلام فاضي ولازم منها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب عليه الصلاة والسلام، وقال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. تمام. هذا نصيحة لهم يسمعوها، سأنشر هذا الفيديو عندنا في البلد لكي يسمعوا هذه النصيحة. النصيحة أن تبعدوا الكلاب عن البيوت، لأن النبي عليه الصلاة قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ولأن النبي وعد جبريل عليه السلام وعدا فلم يأته جبريل فقال لا يخلف الله وعده ولا رسله، فخرج فإذا بجبريل فقال ما منعك أن تأتينا، فقال إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فدخل النبي وجد جروا تحت السرير فطرده ونضح مكانه. أيضا نهى النبي عن ثمن الكلب صراحة، وإلا الكلاب كل خير. الكلاب المستثناة وإياكم كلاب الحراسة وكلاب احنا قلنا ذلك، الزرع والمشي، نبهناهم من الكلاب للأشياء اللي حضرتك تذكرها. برضو الأهالي تركين أولادهم يشتروا كلاب والله يا أخي المشكلة الآن في اتباع سنن الغرب الكافر والشرق الملحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم قالوا من يا رسول الله، اليهود والنصارى، قال لهم من القوم ويهدي الشباب ويهدي الأطفال. فأنا بس بعلي قضية عامة، لأن الناس الآن أصبحوا يوقرون الكلاب. والله الموضوع زاد عن حد، زاد عن الله حد. والله ناس في يعني في غفلة شديدة جدا، ناس في غفلة شديدة جدا، تركين أولادهم وتركين كل شيء وماشيين غلط. ربنا يسترها يا رب. السلام عليكم.